عبر الهاتف دكتورة هبة طلة فيصل البدري، مدرب تنمية بشرية، للتحدث عن الاستعداد وكيفية استقبال النتيجة بإيجابية. مساء الخير عليك هبة طلة. حبيكم، أهلا وسهلا، مرحبا. مساء الخير عليك. طيب، الاستعداد للنتيجة والتهيئة النفسية داخل الأسر، دي واحدة من الحاجات طبعا اللي بتقف لها انفاسنا كده كلنا كسوريين، يعني في السودان، يعني سواء كان النتيجة بتاعت الشهادة التامة ولا النتيجة بتاعت الشهادة السودانية الكبيرة. فبيكون في كمية من التوتر والشد الأعصاب، والناس دي كلها بتكون مشدودة، خصوصا مع الطفل، احنا في المرحلة دي بنسميه طفل. نعم. معاه، وللأسف بيكون في ضغط على الأسرة ذاتها اللي بيكون ولدها ممتحن أو بنتها ممتحنة، الناس دي كلها بتكون مركزة معاهم وكده. صحيح. وبالتالي الناس دي بتحمل الضغط النفسي رهيب جدا. نعم. فبنتمنى إنه دايما الناس تخفف الضغط وكثرة الأسئلة، وبتتوقع القصة دي تصل كيف، ولو كنا عملنا ولو كنا فعلنا ولو كنا تركنا، وخصوصا على الطفل ذاته، إنه يعني حتى بتلاقيه بدأ في اليومين دول ينعزل من الخوف، يعني صحيح، خصوصا انه هو بيكون في مرحله بتاع التحول. ايوه، دوري كأم انا قبل النتيجه انه اطمن، وخصوصا اذا كان هو دور مجتهد وقرا، حتى لو قرا اخر ايام، انه عليك عملته والباقي على ربنا سبحانه وتعالى، واحنا هسه ما في يدنا الا الدعوات، وانا يعني انا فخوره بك باي نوع من النتيجه اللي انت جبته، لانه للاسف دائما بيعانوا من الرفض النازل لو النتيجه بقت ما بتشبه الام، صحيح، يعني او اقل من توقعاتها. صحيح. بعدين يا دكتورة هبة، عايزين برضو نتكلم عن الحتة بتاعت انه احيانا كثير بيكون الطالب احرز نسبة عالية، لكن هو كان هدفه يقفل المجموع او على الاقل يتزع اسمه ضمن العشر الاوائل. الامر ده بيشكل له صدمة كبيرة جدا، ومع الاسف الشديدة نحن بنكون رافعين سقف تطلعاتنا في النتيجة بتاعت الطالب. فكيف نحن مفروض نكون داعمين للطالب اللي حقق نتيجة ونحتفي بالنتيجة دي نفسها؟ يلا يا جماعة، احنا مشكلتنا نربط جودتي انا كبني ادم بجودة النتيجة، which is انه ممكن يكون في ضغط لمده بسيطه جدا قبل وقت الامتحان يعرضني لانه انا جبت سؤالين ثلاثه غلط، كويس؟ فاحنا دائما بنربط انه انت زول كويس ومقدر في المجتمع بنتيجتك، والكلام ده ما كلام صحيح، وما ثبت على مر التاريخ انه افضل ناس جابوا افضل شهادات في الشهاده السودانيه هم انجح ناس في السودان او انجح ناس في اي حته في الدنيا. ده الجودة اللي احنا بنقدر نقولها، ده ما بيعني انه الناس ما يقروا، لكن ده ما بيعني انه الزول اللي ما قفل النتيجة، ولا الزول اللي ما جاب لي 280، ولا الزول اللي ما جاب الحاجة اللي انا متوقعاها منه، انه هو ده زول يعني احبطني وكسرتنا. للاسف انا مقولات بسمعها، كسرتنا وكسرت ظهرنا وكنا متوقعين لك افضل من كده. فدي كلها واحدة من الحاجات المؤسفة جدا، سكة التوقعات العالي وربط القيمة تحت البني ادم بقيمة النتيجة حقته. من حقي انه انا اجتهد، ومن حقي انه انا اثبت انه انا زول كويس، من حقي انه انا اثبت ذاتي بنتيجتي وباجتهادي وبمحصلتي، لكن ده ما بيعني انه الناس يربطوني بالنتيجه دي. صحيح. وبالتالي برضه دي حاجه احنا بنوقعها على الامهات، انت ولدي، انا دائما بقول لهم قولوا الكلمه دي، انت ولدي، انت بنتي وانا بحبك، وما في حاجه حتتغير اطلاقا، بتمنى انه نتيجتك تكون كويسه عشان تتمني وتدخلي الحته اللي انت حاباها. نعم. يعني ما تنجبري انك تدخلي مساق انت ما حاباه بالنسبه لنتيجتك. نعم. لكن لازم ناكد المعلومه دي، انه انت بنتي وانا بحبك، ما حارفضك عشان النتيجه، لانه المعلومه اللي بتصل للطفل ده انه انا رفضتك عشان نتيجتك. نعم. طيب دكتوره هبه طلعه، احنا ما واعيين للنقطه دي، ما واعيين للنقطه دي، وبعدك بيجي بقول انه والله بيجي عنيد وما بيسمع كلامي وكذا، لا، انت اوريدي باصيتي معلومه بتاعت رفضي للطالب ده او للطفل ده. طيب دكتورة هبة طلة، حقيقة في كثير من الأحيان هنالك تنافس بين الآباء نفسهم في نتيجة الأبناء، فبتنصحيهم تقولي لهم شنو؟ يعني بتلقي إنه الأم والأبو مصرين إنه ينافسوا أسرة ثانية في إنه ولدهم ولا بنتهم يحرزوا نتيجة أفضل. هو للأسف مش أم والأبو، هو ده الوقت دلوقتي ده الحاصل. هل تعلم إنه حتى لو بيجي في الأسرة الثانية دي ما في زول ممتحن في نفس السنة دايرين يجيبوا إنه ولدهم ده يكون أفضل من ولد الناس إكس واي وزيت اللي هو جاب قبل سنة، أنا واحد اثنين ثلاثة أربعة أو قبل كذا سنة، فبقت عقلية بتاعت منافسة، أنا مضغوط عشان أجيب أحسن من ديل وأثبت لهم. وشوفي هي الفكرة شنو، أنا عايزة أثبت لك إنه أنا أم جيدة. نعم. وأنا عايزة أثبت لك إنه أنا أبو جيد، وبالتالي أنا أفضل منك. نعم. أفضل منك بإنه أنا أضغط على ولدي ده
مع العلم انه اولادنا ديل يا جماعه خلقة ربنا عندهم مقدرات عقليه تقل وتزيد عن بعض، ودي واحده من الحاجات اللي قال وفضلنا بعضكم على بعض ربنا بيها كويس، صحيح، والفروق وده ما الفردية بيعني ما انه بين في الناس نفسهم. ايوه مقدرات عقليه، بالتالي انا بقدر استفيد منك في مساق مختلف تماما يعني. نعم وكونه انا اكون جبت انقص بخمسه ولا سته ولا 7 درجات، ده ما بيعني انه انا ام سيئه او ما قدرت اقري ولدي. نعم ما خلاص دي مقدراته العقليه كده، كيف نقدر نستوعب الكلام ده؟ وما بيعني انه انا حكون مرفوضه من المجتمع، حتى لو كان الناس اللي حواليني عندهم مقاييس وتقييم للاشياء بالطريقه دي، الناس حكون تطلع من الحته دي، لانه حقيقه حقيقه نعم الحاصل دلوقتي انت مش يعني مش عايزه تنمي ولدك. الناس بيبقوا بيهملوا الجانب النفسي تماما وبيضغطوا على الاولاد ديل، بحيث انه في اسره ثانيه، في ناس حواليني، في صحباتي، في جيراني، في ناس الشغل، انا عايزه اوريهم انه انا ام كويسه من خلال نتيجه ولدي. ودي ابدا ما مقياس صحيح يعني، للاسف ده مقياس بيعني انه انت ام ضغط عليهم، ليتر اون الكلام ده عنده عواقب سيئه جدا نعم على الطالب للاسف طيب يعني. احنا الان على يعني على مشارف استقبال النتيجة، من الآن من الساعات دي بتنصح الأسر إنه يعملوا شنو كأولى خطواتهم؟ يا جماعه اهدوا اهدوا واثبتوا للاولاد ديل انه انتوا اولادنا واحنا بنحبكم، نعم وتبقى النتيجه هي شنو، النتيجه ما بتحدد مقدار حبي لك، صحيح، النتيجه انت كونك تقفل ولا يزعوك في التلفزيون فلان الفلاني ابن فلان الفلانيه، ده ما مقياس لحبي لك وما مقياس لجودتك ابدا. صحيح المقياس للجوده حقتك انه انت ولدي وانت زول حتطلع زول ناجح، صحيح، وان انت تستمر في الحياه. طيب ده فيما وانه انت يخص تستمر الناجحين، يعني ان شاء الله تستمر. الكل ينجح يا دكتوره هبه طلع. اللهم امين طيب يا رب. غير الناجحين يا دكتوره هبه، نعم اللي هم اللي يعني ما كان الحظ يعني ما معاهم في حالفهم، انهم ينجحوا قلت للسنه انت دي، ولدي ومعناها نمشي نشوف اسباب الفشل هي كانت شنو ونحاول نتلافاها المره الجايه، نعم نحاول نتلافاها. وده ما بيعني ان انت زوج سيء، وما بيعني ان انت خذلتني، وما بيعني ان انا هارفضك، انت ولدي وانا بحبك، نعم وفي سبب بتاع فشل حقه فتشه عشان تعدل من نفسك انت، ما عشاني انا، صحيح، عشان تعدل من نفسك انت لمساغك انت. ودي الحاجه المفروض برضو الناس يستعدوا ليها كويس، صحيح، انه الحياه دي عباره عن تجارب، وافضل بني ادم هو اللي بيكون عنده تجربه بتاعه فشل اتعلم منها ونجح. نعم، شكرا جزيلا دكتورة هبة طلة فيصل البدري، مدربة اتمنى لله التنمية كل يوم البشرية، مرتاح ان شاء الله ونتمنى الحظ للجميع والتوفيق، ان شاء الله إنه الشهادة يعني الكل ينجح فيها، وإذا لم ينجح الطالب بالتأكيد التجربة الإنسانية أصبحت إنه دوما البدايات الجديدة ممكنة، وإنه بكرة أخضر طالما الشمس دي بتشرق، وطالما في يعني مساحة للبداية الجديدة، إنه النتيجة ما بتحددك أنت منه، هي مجرد رقم. إن لم يكن يعني النتيجة بتوقعاتك، بالتأكيد الحياة أنت بتستطيع أنك أنت تخوض توقعات وتجتهد لها، لأنه أنت في بداية حياتك يعني، وبالتأكيد الحياة ما سهلة وفيها صعاب كثيرة.